المتابعة ينضم إلينا مراسلانا بهاء مرحم من لندن وعمر شاكر من واتفورد. أبدأ معك بهاء، بداية ضعنا في أصداء وتداعيات إقالة وزير الدفاع. سهام، أصداء هذه الإقالة لا زالت تتردد هنا في أروقة السياسة وفي وسائل الإعلام، وهي التي أعقبت التحقيق في تسريبات خرجت عن اجتماع مجلس الأمن القومي والذي كان يبحث في السماح لشركة هواوي الصينية في العمل هنا ضمن مشاريع الحكومة البريطانية لإدخال خدمة الجيل الخامس للإنترنت من عدمه. جاءت الاستقالة وظل موقف الوزير المقال ويليامسون على حاله منذ ساعات الأمس بأنه ليس متورطا وليس مسؤولا عن هذه التسريبات، لا هو نفسه ولا فريقه المقرب منه. ذهب للحديث بأن هناك أسبابا أخرى قد تكون شخصية أو تصفية حسابات سياسية بينه وبين سكرتير مجلس الوزراء، والذي شابت العلاقة بينهما كثير من التعقيدات والحساسيات إنجاز القول خلال الفترة الماضية. موقف رئاسة الوزراء أكد في أكثر من مرة بأن هناك أدلة دامغة على تورط الوزير المقال في هذه التسريبات، وهنا تتم الإشارة إلى اتصال بين الوزير المقال وبين مدير تحرير جريدة الديلي التلغراف التي نشرت فحوى ما دار في هذا الاجتماع المغلق لمجلس الأمن القومي، وتحدثت عن خلافات بين الفريق الوزاري المصغر والمقرب حول إدخال الشركة الصينية للعمل في هذه المشاريع التكنولوجية من عدمه. هذا الجدل دفع كثيرا من الأصوات لا سيما في أحزاب المعارضة، في حزبي العمال والليبراليين الأحرار، للدعوة للذهاب بعيدا في هذا الأمر وبفتح تحقيق جنائي هناك. من يرى بأن الحكومة البريطانية ورئيسة الوزراء والتحقيق الذي خلص إلى تورط الوزير المقال بالأمر وبأن لديها أدلة دامغة كما قالت، فإن هناك ما يستدعي المضي للتحقيق الجنائي. لكن في نظر البعض اقتصار الأمر على الإقالة ودون الحديث صراحة عن هذه الأدلة الدامغة التي ينكرها الوزير المقال ربما يشي بأن وراء الإقالة ما وراءها، وربما تثبت أو تدعم صحة الاتهامات التي يطيرها الوزير المقال بأن هناك أسبابا سياسية أخرى تقف وراء هذه الإقالة التي أطاحت بها. نعم بهاء، ابقى معي، سوف أنتقل إلى ملف الانتخابات المحلية مع عمر شاكر من واتفورد. بداية، ما هي أجواء الانتخابات وما هي حظوظ الأحزاب لديك عمر؟ هذه الانتخابات المحلية تتعلق بالأساس بالقضايا المحلية كقطاع الإسكان وجمع النفايات وحتى تطوير المدن أو ترميم الشوارع. هذه القضايا التي يخرج من أجلها الناخبون البريطانيون حول مدن إنجلترا وكذلك إيرلندا الشمالية. هذه الانتخابات لا تجرى هذه المرة في ويلز واسكتلندا، وأيضا لا تجرى في لندن. هذه القضايا المحلية هي من تدفع الناخبين إلى التصويت للأحزاب التي تتنافس لحصد أكبر قدر ممكن من أكثر من 8400 مقعد الأحزاب الرئيسية، حزب المحافظين وحزب العمال وحزب استقلال المملكة المتحدة، الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر. هناك تنافس للحصول على هذه المقاعد. أيضا هناك 6 عموديات تجرى من أجلها الانتخابات المحلية. سيختار الناخبون البريطانيون أيضا عمداء لهذه المدن. طيب عمر، ماذا بالنسبة لأهمية هذه الانتخابات وأيضا ملف البريكزيت، الخروج البريطاني، كيف انعكس أو هل أثر على توجه الناخبين هنا وأيضا على سير الانتخابات المحلية؟ يمكن القول أن هذه الانتخابات ليست عادية، فهي مهمة جدا للأحزاب السياسية، خاصة بعد الاضطرابات التي تعيشها البلاد، تعيشها بريطانيا على وقع الخروج من الاتحاد الأوروبي وتصويت البريطانيين وفشل الحكومة في تحقيق الخروج حتى هذه اللحظة. كان من المفترض أن يكون موعد الخروج في مارس آذار الماضي.
هذه الانتخابات تأتي في وقت وجدل سياسي ساخن، وبالتالي هي اختبار شعبي الأحدث للأحزاب السياسية لمعرفة المزاج العام للناخبين، رغم أن القضايا المطروحة هي قضايا محلية، لكن ستتعرف الأحزاب على صورة واضحة كيف يميل الناخبون إلى أي جهة تميل، وبالتالي يمكن هنا الدفع باتجاه سياسي معين مبني على أحدث اختبار شعبي. لذلك تعتبر هذه الانتخابات مهمة للأحزاب الكبيرة ولويس مينستر لمعرفة مزاج الناخبين بشكل عام فيما يتعلق تحديد مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عمر شاكر، كنت معنا من واتفورد، وشكرا أيضا بهاء ملحم، كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا لكم مراسلا الغد.